تشير آخر إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم لحد الآن إلى أكثر من 300 ألف حالة، أما الوفيات تخطت 13 ألف، وحالات الشفاء تجاوزت 95 ألف، والأردن 100 إصابة بدون وفيات. أما في فلسطين 59 حالة، وغزة تعلن عن حالتين وفاة، ورئيس الوزراء الفلسطيني يعلن فرض حظر التجول لمدة 14 يوماً بالمحافظات كافة في إطار مواجهة فيروس كورونا. ومن جهة أخرى أعلنت إيطاليا التي وقع فيها أكبر عدد من ضحايا كورونا تسجيل 793 وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى أكثر من 5000 وهي الأعلى في العالم. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية أكثر من 150 ألف إصابة بكورونا في أوروبا، لتكون بذلك أعلى نسبة من آسيا.